طبعا الغرفة الآن تمثل جميع التجار في البحرين بخلاف ما كان بالسابق. طبعا كانت العضوية اختيارية، والآن جميع التجار في البحرين أصحاب السجلات التجارية هم أعضاء عندنا. احنا نرحب، وهذا الغرفة مفتوحة للجميع، وهذا المجلس هو الفرصة الوحيدة اللي احنا نشوفه مرة في السنة. والله يبارك للجميع ان شاء الله، ويبارك لكم ان شاء الله الجميع ان شاء الله. لا شك مباشر انه هي التجمعات هي فرصة لمناقشة فرص وهموم وتحديات التجار، اهم الامور اللي اليوم الغرفة قاعدة تناقشها. الحين احنا بس احنا نحتفل بعيد بشهر رمضان، وانت مثل ما شفت اليوم ما كان في فرصة الواحد يناقش في الامور الاقتصادية وهموم التجار وهذه، ولكن يعني في هناك يعني لقاءات أخرى متخصصة في هذه الأمور إن شاء الله. بس اليوم إحنا نحتفل بقدوم شهر رمضان. اللقاء الرمضاني السنوي لغرفة التجارة ليس تجمعا للتجار فقط، وإنما أيضا هو فرصة للقاء كبار المسؤولين في الحكومة وفي السلطة التشريعية وأيضا الدبلوماسيين، وهو فرصة أيضا لنا كإعلاميين لتسليط الضوء على بعض القضايا التي تهم بالشارع التجاري. طبعا وزارة العدل حريصة بالشراكة مع القطاع الخاص في عدة مجالات، ومن أهمها تأسيس قطاع الشركات في قانون التنفيذ. فالآن هناك عديد من الشركات الخاصة التي تدعم التنفيذ المحاكم، وهي إحدى المعايير النجاح بالشراكة بالقطاع الخاص هو المنفذ الخاص الذي أنشأ حديثا. كل عام وانتم بخير، وتقبل الله تعاطيكم إن شاء الله. حقيقة احنا اليوم سعيدين جدا، يعني شهر رمضان شهر خير وبركة، الله يعود علينا جميع بالخير واليمن والبركات. احنا عندنا عادة سنوية ان في رمضان يوم واحد، والحمد لله يعني قالوا لنا حطينا 3 ساعات، قالنا 3 ساعات مو بكفاية، فسويناها من 8 لـ11:30. ليش؟ لأن شفنا من السنوات السابقة في إقبال، وأنت مثل ما شفت يعني تشوف الحضور من جميع المستويات، نساء رجال، مؤسسات صغيرة المتوسطة، مؤسسات كبيرة، الجالية الأجنبية، الكل يشارك في هالفرحة، وهذه يعني منصة حق الكل يتباركون بالشهر ويتبادلون بالتهاني والأفكار اللي عندهم. فإحنا حقيقة سعداء جدا أن نرحبهم في دورهم في دارهم في بيت التجار. إحنا اليوم سعيدين جدا بتواجد الكثير من أعضاء الغرفة اللي هم تجار البحرين الصغار والكبار والمتوسطين، وكل أطيافهم بهذا التجمع الجميل اللي هو في شهر رمضان. مجلس الغرفة هو مجلس الجميع، وليس فقط محصور على التجار، في كثير من 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 الشعب البحريني تواجدوا في كثير من الوجهاء، وصلوا اليوم الحديث الودية، هذه كان أهم شيء اليوم تكلمنا عنه. إلى جانب طبعا في أحاديث جانبية كثيرة في الأمور الخاصة بالتجارة، وتكلمون بعض الأفكار الجديدة إن شاء الله يا ربي، يعني دائما الله يعود علينا بالصحة والسعادة، وهالتجمع تكون تجمعات إن شاء الله كثيرة. طبعا رحب فيكم اليوم، هاي اليوم هو مجلس الغرفة الرمضاني كما تعودنا كل سنة أن يكون عندنا هالمجلس، نلتقي فيها بأعضاء الغرفة وجميع أطياف الزوار اللي يجون من دبلوماسيين ومن أعضاء الغرفة ومن التجار، وهاي فرصة بالنسبة لنا أن نسمع منهم ونتواصل وياهم، وإن شاء الله يكون هذه اللقاء متواصل كل سنة إن شاء الله. رمضان مبارك علينا وعليك. والله حقيقة يعني إحنا في الغرفة نحرص على أن نشارك إخواننا التجار من خلال طبعا زيارتهم للمجلس، مجلس رمضاني للغرفة، في نفس الوقت يعني نتواصل معهم، نسمع همومهم، وفي نفس الوقت نطلع على يعني يعني الامور اللي هم اي شيء له علاقه بالبزنس مالهم تجارتهم. فمناسبات مهمه جدا نلتقي من خلالها، نوطد العلاقه ونسمع معاهم، فنحب يعني هالجلسات وهالجمعات.
I'm really very happy to be in these majlises because it is really a very nice tradition. And in Turkey, we don't have the tradition of majlises. We invite each other to iftars. So it is a very nice occasion for me to see all the people, all the Bahraini sisters and the brothers. And I wish a happy Ramadan, Ramadan Kareem. And I wish this holy month will bring peace and security to the region and to the world as a whole. So thank you very much. شكرا جزيلا. مبارك شهر رمضان الكريم اللي اجمعنا في بيت التجار. انتهى، ما يسمونه غرفة حي، يسمونه بيت التجار. واتمنى لهم ان شاء الله التوفيق في استقبالهم جميع الشفات من تجار البحرين، وهذه مناسبة جيدة وان شاء الله تعاد على الجميع بالصحة والعافية والكرامة.